مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بحضراتكم ويوم جديد من ايام البيت الكبير. طبعا النهارده عندنا مواضيع كتيره جدا جدا هنتكلم فيها، خاصه زي ما حضراتكم عارفين النهارده كان في قرعه كاس العالم للانديه اللي اقيمت في سويسرا، وطبعا النادي الاهلي وقع مع فريق الدحيل القطري. ده في بدايه المشوار ان شاء الله، يا رب ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا. عارفين ان شاء الله المباراه ديت او البطوله ستنطلق باذن الله يوم 4 فبراير باذن الله. عندنا كلام كتير جدا عن هذه البطوله، استعدادات النادي الاهلي ليها، الدحيل القطري ما هو بالظبط نادي الدحيل القطري المنافس الاول في بطوله كاس العالم انديه للنادي الاهلي. هنتكلم على كواليس كتيره جدا واستعداد فرقتنا ان شاء الله لمباراه الدوري القادمه وكمان كاس العالم للانديه. عندنا مباراه مهمه جدا يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله مع فريق المقاولين العرب، لكن يعني هنتكلم كواليس كتير وعندنا ضيوف كتير. قبل ما نتكلم على ضيوفنا طبعا برحب كالعاده بزميلتي سهام. مساء الخير عليك يا سهام.